إذن مشاهدينا السلام عليكم في هذا البث المباشر الحزين صراحة، والخبر العاجل وهو وفاة عسيلة اللاعب السابق في صفوف المنتخب المغربي وأيضا بشباب المحمدية. كان تواجد بالقصبة ديال مدينة المحمدية أمام المنزل ديالو وسط هذا الحضور الغفير من الأصدقاء ديالو والجيران ديالو اللي كيعرفوا عن قرب، المغاربة كاملين كيعرفوه والعرب كاملين كيعرفوه، أمشراط ومن لا يعرفوه عسيلة اللي توفى. معنا أستاذ ماهر غادي يعطينا واحد الكلمة بخصوص المرحوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إن لله وإنا إليه راجعون، يعني وكنقدروا بالتعازي للشعب المغربي وفاة أحد أقطاب ديال الكرة وأحد أهرام ديال كرة القدم يعني على المستوى الوطني والعربي كما قلتي في الكلمة ديالك الافتتاحية، وعلى المستوى المحلي بحكم أنه مارس داخل فريق شباب المحمدية لسنوات عديدة، رحم الله فقيد. ويعني هذا هو يعتبر جوهرة من جواهر يعني ديال كرة القدم المغربية، خصوصا وأنه من الحاملين ديال الكأس الإفريقية الوحيدة 1976. الله يرحم السي عسيلة، وكنتقدموا بأحر التعازي للشعب المغربي كافة والعائلة الكروية ديالو خاصة والعائلة الصغيرة ديالو أيضا والساكنة في مدينة المحمدية والأصدقاء ديالو المقربين له، وإن لله وإنا إليه راجعون. يعني كنا كنتمناو أن يعني كنا كنتمناو أن يكون واحد التكريم السي عسيلة يعني في أيامه الأخيرة، لكن للأسف ما كاينش واحد الاهتمام بهذه الفئه ديال اللاعبين على المستوى المحلي مدينه المحمديه. يعني كنا نتمنى ان نحضر يعني انه يشوف التكريم ديالو هو في الحياه قيد الحياه ديالو، لكن للاسف انا ما تمكن يعني احنا كمجلس الجماعي مدينه المحمديه يعني ما عندناش واحد الاهتمام بهذه الفئه ديال 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 اللاعبين القدماء، يعني التكريم ديالهم في الحياه ديالهم يعتبر يعني رمزيه في واحد كبيره، واحد رمزيه كبيره لهم. ويعني وكنتاسفوا مره اخرى لوفاه السي عسيلة، وان لله وان اليه راجعون. كيفاش تلقيتوا الخبر ديال ونزل يعني كالصاعقه صراحه، خصوصا نحن ابناء مدينه المحمديه والسي عسيلة ولا السي احمد فراس ولا هذو من اهرام ديال الكره ديال المغربيه داخل المدينه، لا مغربيا ولا داخل مدينه المحمديه، يعني انه مصاب جلال وان لله وان اليه راجعون. نعم شكرا. سي ماهر واحد كنا دائما حنايا كنطالبوا في الصحافه يعني هاد اللاعبين القدماء على الاقل التكريمات ديالهم يداروا واحد الشوارع بمدينه المحمديه بالاسماء ديالهم، ولكن كنا كنتمناو نسمعوا شارع عسيلة، شارع فراس، شارع صفار، شارع هذه فكره جيده ومحبده ولما لا، سمعتيني، ما فيهاش ضرر. نعم فكره مهمه وفيها تكريم يعني اللاعبين واللي عطاو بالروح ديالهم وبالنفس ديالهم لاجل انه ترفع الرايه المغربيه على المستوى الدولي ولا على المستوى الافريقي، علاش لا؟ هذه التفاته مهمه وكنلتمس. لا لا ربما احنا غنقترحوها خلال الدوره المقبله ان شاء الله ديال المجلس الجماعي. وكما قلت لك يعني حتى في هذا الجانب هذا نحن شويه مهمين المقصرين، يعني انا كنهضر مع المكتب ديال المجلس البلدي المدينه المحمديه مقصرين تجاه اللاعبين القدماء ديال المدينه المحمديه. يعني كما قلتي انا فكره مهمه هذه ديال تسميه شوارع المدينه بالرموز ديال الكره المحليه والدوليه. يعني لا في كل شيء في كل شيء الحمد لله. المغرب كيعرف عنده تبارك الله واحد الزمره ديال النخب لا على المستوى الكروي ولا على المستوى الرياضي ولا السياسي. هي مدينه المحمديه هي مدينه معطاءه وكتخرج اسماء وزنه على المستوى الوطني، من بينها المرحوم، من بينها يعني واحد مجموعه ديال السياسيين، مجموعه ديال الكرويين، مجموعه ديال الابطال اللي كيتالقوا على واحد المجموعه ديال المستوى ديال مجموعه ديال الرياضات. لهذا يجب يعني رد الاعتبار لهاد القدماء هادو وعلى اساس انه يتم التكريم ديالهم في الحياه ديالهم وليس بعد الممات. نعم، كنتمنوا هاد النقطه
لا لا ان شاء الله غادي غادي نحاولوا اننا لا ضروري ضروري لانه السي عسيلة يعتبر هرم من الاهرام ديال الكره المغربيه. نعم دعنا فيه ومرات اخرى كنتقدم التعازي للشعب المغربي والعائله الكرويه ديالو الوطنيه والمحليه وسكنه المحمديه. شكرا شكرا. إذن إنا لله وإنا إليه راجعون. ابقوا معنا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشرة. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. إذن كما كتشوفوا بالصورة حضور عدد كبير من الأصدقاء ديال المرحوم إلى المنزل ديالو بشارع رودسوس بالقصبة. إذا بقاو معنا مزيد من الحوارات مع عدد من الأصدقاء ديال المرحوم. إدريس سير جيب إذا نبقاو معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث الحي المباشر اللي كنقلوه لكم مباشرة من مدينة المحمدية. وفاة اللاعب السابق عسيلة خبر محزن هذه الليلة بمدينة المحمدية. كان معنا قبل قليل عضو بجامعة المحمدية الأستاذ ماهر لعزة في وفاة المرحوم اللاعب عسيلة. كنصبروا العائلة ديالو. إذن مشاهدينا الكرام عدد كبير من المواطنين اللي كيحضروا الآن. إذن مشاهدينا بقاو معنا في هذا البث المباشر الحزين. وفق اللاعب من آرام اللاعبين اللي عطاو شيء كثير للمنتخب الوطني المغربي وشباب المحمدية. كما كتشوفوا عدد كبير من المواطنين والعائلة ديالو اللي جاو. الله يرحمه مسكين وعزاؤنا واحد. صراحة فقدنا أهرام من أهرام من لاعبين القدماء للمنتخب الوطني المغربي والشباب المحمدية. إذا نبقاو معنا مشاهدينا في هذه الأجواء المحزنة. إذن كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة هذا هو المنزل ديال اللاعب السي حاج عسيلة اللي عطى شيء كثير للكرة المغربية. بعد معاناة كبيرة مع المرض الآن يودعنا السي الحاج عسيلة من أهرام
كرة القدم المغربية كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة. عدد كبير من العائلة ديالو، من الأصدقاء ديالو، من الأحباب ديالو اللي جاو للمنزل ديال شي حاج السيلة كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة. الله يرحمه في هذا النهار هذا وعزاؤنا واحد العائلة ديالو الكبيرة والصغيرة. الفقدان ديال لاعب كبير للشباب المحمدية وأيضا للمنتخب الوطني المغربي. إذن مشاهدينا بقوا معنا في هذا البث المباشر، كنقول لكم مباشرة من مدينة المحمدية وفاة اللاعب القديم، اللاعب الذي أعطى الشيء الكثير للمنتخب الوطني المغربي. سمح. سلام. علاش درت الخبر ديال السي حاج السيدة؟ أولا تعازينا الحارة لوفاة الراحل حسن عسيلة، أحد أهرامات كرة القدم، ماشي الفضالية فقط ولكن الوطنية. لاعب اللي بصم على مسار كبير، صاحبة فريق شباب محمدية بطبيعة الحال ومنتخب وطني، ومن العناصر اللي توجدت في كأس إفريقيا الوحيدة ديال 76، صاحبة الحاج أحمد فارس وإبراهيم كلاوة ودريس حدادي من شباب محمدية، ومن اللاعبين القلال اللي سجلوا أكثر من 100 هدف في البطولة في المشوار ديالهم بطبيعة الحال. ماشي بالسهل، وكيحتل المرتبة الثالثة في تاريخ لا في الهدافين ديال الفريق الوطني. أحمد فارس هو 42 هدف، صلاح الدين الباصير 27، والراحل الله يرحمه برحمة الله سي حسن عسيلة لاعب كبير، واللاعبين اللي عاشروه عن قرب سواء قدماء شباب محمدية سواء الفعاليات ديال المدينة كتشهد بأنه كان إنسان طيب خلوق، إنسان مريح يحب الحياة، إنسان ما فيش تكبر، إنسان شعبي بالمعنى ديالنا الدارجي. تلقيت خبرنا في الأيام الأخيرة، كان طبيعة الحال كان وعكة صحية وتمنينا يتجاوزها، وكانت وعود بأنه يتلقى تكريم، مباراة تكريمية وحفل تكريمي. دابا مشى عند الله سبحانه وتعالى، التكريم الكبير هو عند الله سبحانه وتعالى، والله يوليه برحمة الله. تعازينا الحارة للأسرة الصغيرة ديالو، الأخ ديالو سي سعيد، والفعاليات الكبيرة ديال فريق شباب محمدية والريادية سواء على صعيد مدينة محمدية أو صعيد كرة القدم الوطنية. بالنسبة للتصرف ديالو مع الأصدقاء ديالو مع الأحباب ديالو كيفاش؟ إيوا كما قلت لك أنا من خلال معاشرتي يعني في المحيط ديال فريق شباب محمدية، ملي كنت باقي صغير كنتفرج، أو ملي كنت في واحد يعني واحد الفترة مارست العمل الصحفي مع جريدة المنتخب، كنت كنحتك به هو وباقي القدماء. يعني كما تنقولوا حنا بهذا اللفظ ديالنا، انسان شعبي لواحد الدرجه لا تصور، يعني انسان متواضع، ويعني ملي كتوقف حداه ما كتحسش بانك امام او مع لاعب دولي سابق. يعني انسان متحرر من دوك البروتوكولات ديال لاعب معروف. هذه المساله كيعرفوا عليه جميع الناس اللي قراب ليه. ودابا كنت تكلمت مع اللاعب اللبان والحارس عبد الطيف عراقي سابق شباب محمدية، فاكدوا لي هذه المساله هذه في الكواليس، بانه كان في ايام ديال شباب محمدية كان انسان بعيد على الخصومات. كان ما يعني محايد، كما تنقولوا محايد، ما تيخلقش المشاكل، كان انسان يحب الحياه، ولد النهار ديالو كما تنقولوا. بكل صراحه الله يرحمه الله يولي رحمه الله. وهذه مناسبه نتمنوا الشفاء العاجل للنجم الثنائي ديالو السي احمد فراس، لان ما يمكنش تذكر فراس وما تقولش عسيلة. يعني الثنائيه اللي معروفه كيعرفوها الناس من طنجه للقويره، قدماء اللاعبين كاملين. هذا هو اللي كاين، الله يولي رحمه الله. دابا فقدنا لاعب كبير، كيفاش انه يتسمى شارع على الاسم ديالو؟ هاد المساله هذه جبتي واحد الموضوع اللي هو ما كيتفهمش بكل صراحه. دابا حنا في فريق شباب، حنا في مدينه المحمديه، اولا ما تنكرموش يعني جميع المشاهير في جميع الميادين. عندنا مثلا واحد خارج اطار الكره بين قوسين، عندنا حوري حسين،
حوري حسين ذا فنان مسرحي وتعرفون الناس في الرباط دار بيضاء. انا بزاف المدرسه يعني ديال الفن دابا الناس ما تتعرفوش. نرجعوا للميدان الرياضي، حسن عسيله، احمد فارس، ابراهيم قلاوه، المرحوم دلاحي، خميري عبد القادر، يعني ما كاينش شوارع كاين دابا مثلا ازقاء او شوارع في مدينه محمديه. الامر سهل يعني كتحمل اسماء مدن او كتحمل اسماء بكل صراحه ما كنعرفوهاش. يعني علاش مثلا ما يكونش ملاعب القرب مثلا في محمديه باسماء لاعبين قدامى مثلا ازقه مثلا بحال دابا هذه الزنقيات اللي حنا فيها زنقه رود سوس. سوس منطقه انا ما عادش نقولوا انها لا، ولكن يعني نعطيو اسماء نخلدوا هاد الناس هادو على الاقل نكرموهم نكرموهم معنويا، لا ما نكرموهمش ماديا نكرموهم معنويا. ازقه شوارع مثلا بحال دابا يكونوا بعد ملاعب القرب كما قلت لك يتسموا باسماء هاد اللاعبين. هذا هو اللي كاين، وكنتمناو الرحمه والمغفره ليه والله يولي رحمه الله. وشكرا لكم، شكرا سي خالد، بارك الله فيك. اذا مشاهدينا بقاو معنا في هذا البث المباشر كيف ما سمعتوا احد المقربين للسي الحاج عسيله اللي عطى شيء كثير للشباب المحمديه وللمنتخب الوطني المغربي. اذا بقاو معنا مشاهدينا الكرام من مدينة المحمدية، والخبر العاجل وهو وفاة اللاعب السابق الأسطورة عسيلة الله يرحمه. زين كما كتشوفوا حضور عدد كبير من الأصدقاء ديال المرحوم. ليلة حزينة، يوم حزين، غير التحق بنا بعد قليل اللاعب السابق الصبار. تبقاو معنا اذا بقاو معنا بعد قليل. عيط على روح بدات لا بقاو معنا مشاهدينا الكرام، لكن حاولوا باش نصادفوا اصدقاء المرحوم ورياضيين ايضا هاد البث المباشر اللي كنقلوا لكم مباشره من زنقة السوس بالقصبه ديال مدينه المحمديه. اذا يوم حزين في وفاه واحد من اساطير كره القدم الوطنيه عسيله اللي توفى قبل لحظات. إذن مشاهدينا بقاو معنا في هذا البث المباشر من جديد. هذا أنا واحد العائلة ديالو الكبيرة والصغيرة فقدنا لاعب اللي عطى شيء كثير، لاعب اللي صراحة مؤدب لواحد الدرجة ما كتصوروش. الله يرحمه في هذا النهار ديال اليوم. إذا كما كتشوفوا عدد كبير من فعاليات القدماء ديال الشباب المحمدي اللي حاضرين في المكان. Thank you.
إذن مشاهدنا بقوا معنا في البث المباشر من مدينة محمدية، ننقل لكم هذه الأجواء. كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة، هذا هو منزل السي الحاج السيلة اللي راح إلى دار البقاء. الله يرحمه، الله يسبق العائلة ديالو الكبيرة والصغيرة. لاعب صراحة، الناس كاملين اللي كتسولهم عليه كيقول لك صراحة احترام، كيبغيش انه يدخل في مشادات بعد مع الشيوعيين، كيبقى ترونكيل. وصراحة التصرفات فيه صراحة السيد صراحة رقيق. واللاعب اللي بعيد على الستار، ما كيبغيش الستار، ما كيبغيش زعما سميتها الستار، كيبعد شي حاجة سميتها الستار. وبالنسبة للبروتوكول ديالو كيف ما جعل الانسان احد من المواطنين، اللي كيقول لك صراحة ما فيش تكبر، ما في حتى شي حاجة، لاعب محترم راسو صراحة. فقدنا لاعب في المستوى، لاعب يعطى الشيء الكثير للمنتخب الوطني المغربي وشباب المحمدية. إذن مشاهدينا بقوا معنا في البث المباشر. وبحال هاد اللاعبين صراحة نتمناو من الجهة المعنية أن تسمي بحال هاد اللاعبين اللي كنفقدهم، على الأقل اللي ما قدرتوش أنكم تم التكريم ديالهم، أنكم سميو شارع في الاسم ديالو باش العائلة ديالو تبقى تفكرو. بحال دابا هاد الشارع اللي كنتواجدو فيه ومقربة من المنزل ديالو، أنه يتسمى بالاسم ديالو سي حاج السيلة. نتمناو من جرماني أنها تلبي النداء، أنها تسمي اسم أو معنا مشاهدينا. هناك مستجدات ينقى معنا مشاهدينا، معنا الكاتب الصحفي سي عزيز بالبودالي، صحفي بجريدة الاتحاد الاشتراكي وعدد من المنابر، وايضا كاتب صحفي له عدة اصدارات في مجال الكتب الرياضية ومتخصص في هذا المجال على الصعيد الوطني. السلام عليكم. السلام. مبارك فاسك سي عزيز. وعزاؤنا واحد في وبالحقيقة في مثل هذه المناسبات الأليمة يغيب الكلام. نعم. وكتحضر الصورة ديال الحاج سيلة الله يرحمه،
انا سمعت الخبر بالصوره ديالو قالت لي في عيني الصوره ديال حسن السيره. شفت شي راه كنحس تكاع الطوموبيل واحد شويه كنشوفك صراحه راك متاثر. صافي كما قلت حسن عسيرة الصورة ديالو هو يداعي بالكرة في الملعب مع رفيق العمر ديالو أحمد فراس اللي بالمناسبة كنتمناو ليه الشفاء كذلك. وأكثر ما ألمني في هذه اللحظات طبعا رحيل حسن عسيرة، ولكن الحالة النفسية ديال أحمد فراس اللي ألموا قلبه بزاف، وطلبت من اولادو انهم يديو البيت ديالو لان بان واحد التاثر عليه كبير. وطبيعي لان عاش مع سنوات تالق كره القدم المغربيه في السبعينات تحديدا في 76 في اثيوبيا لما فاز المنتخب المغربي بكاس افريقيا للامم، هي الكاس الوحيده اللي بقى في الخزانه المغربيه. كنطلبوا الرحمه والمغفره لحسن عسيرة اللي ما خدش حقه وهو حي، نتمنوا ياخذ حقه في الجنه ان شاء الله. ثم كما كتشوفوا البيت عادي متواضع جدا، عاش بدون سياره بدون كان كيتمشي على رجليه، ماشي معروف القيمه الفنيه والمهارات وداكشي اللي عطى المنتخب المغربي والشباب المغربي. كان عسيرة خصو يكون، ولكن هادشي اللي كيقدروا الله سبحانه وتعالى. الناس حتى كيرحلوا على العالم ديالنا هذا كنتذكروا القيمه ديالهم ونتذكروا ما عطاو. كنتمنى بهذه المناسبه الأليمه جدا واحد الالتفاته للاعبين السابقين اللي عطاو الكره الفضاليه المحمديه وعطاو الكره الوطنيه. الاسبوع اللي فات او قبل من هذا الاسبوع كان نهايه كاس افريقيا لاقل من 23 المنتخب الاولمبي. لاحظوا الجميع نجوم افريقيا كلهم حاضرين في المنصه الشرفيه الا نجوم المنتخب الوطني السابقين. عندنا اربعه ديال الكره الذهبيه، عندنا احمد فارس، محمد تيمومي، بدو الزاكي، ومصطفى حجي، ولا واحد فيهم كان حاضر. محمد تيمومي كان حاضر لانه عضو المكتب المديري للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. نعم. الاخرين ما توجدش تم الدعوه. علاش كنهمشوا هاد النجوم اللي دخلوا لنا الفرح واحد الوقت؟ علاش؟ واحد الوقت راه كان فراس وعسيله راه تغنوا بهم، تغنوا بهم، الاغاني كانت كتغنى بهم. العرب مش كانوا في تونس، في مصر، في الجزائر، كيتغنوا بفراس وعسيله. رحمه الله. وانا يعني كنحس بواحد الالم كبير لان عشت معاه واحد فتره طويله من كنت طفل وانا كنرافق عسيله وفراس والرعد الله يرحمه. كنتمنى في اخير خويا خالد ان التفاته وطن لهاد اللعابه اللي كانوا فرحونا. حنا كنتمناو يعني حتى كنا كنطالبوا حنا كاعلاميين نديروا شوارع باسم هاد اللاعبين السابقين والمثقفين، ماشي غير في الرياضه، في الثقافه، في الرياضه. كنا نسمعوا هاد الشارع، هاد الشارع هادي تسمى شارع عسيله، شارع اخر شارع احمد فراس الخميري وهكذا. علاش يعني المجال الجماعي الامر سهل جدا. المفروض سي خالد اننا نهتموا بالاوضاع الاجتماعيه ديال هاد اللاعبين. البرلمان المغربي علاش ما يفكرش انه يشرع لنا واحد القانون ديال التعاضديه العامه للاعبين الرياضيين؟ صحيح كاينه مؤسسه محمد السادس للابطال الرياضيين اللي كتقوم بواحد الدور كبير، والحقيقه حتى في الوضعيه ديال الحسن عسيله كانت واكباته وكانوا كيسالوا عليه يوميا وجوزاروه. ولكن اين هي الجامعه الملكيه المغربيه؟ اين هي اللجنه الاولمبيه؟ راه هادو راه موروث ثقافي عند المغاربه. عسيله من كتقول عسيله فراس كتفكر 76 وما فعلوا في افريقيا والكاس كيفاش جابوا هذاك الوقت بظروف اخرى ماشي بحال الظروف. حنا كل اللي كيخدم هذا الوطن خصو يتكافئ بصراحه. اليوم حنا كنشوفوا اسماء الجامعه الملكيه مثلا مخصصه لهم رواتب خياليه، ما كيديروا والو، ما كيعطيو لا الجامعه، ما كيدربوا ما والو. ولكن مزيان تهلاو فيهم.
تهلاو في النجوم ديالنا، ولكن هاد القدام اللي حقوا الالقاب وجابوا الالقاب للمغرب، علاش حتى واحد ما كيهتم بهم؟ نحن ما بغيناش نتكلموا هذه المناسبه اننا نتشاركوا الالام برحيل هذا البطل، هذا الهرم الاهرام ديال كره القدم الوطنيه. ما بغيناش نتكلموا في المسائل الاخرى باش ما يظنوش اننا كنستغلوا فرصه بحال هذه اليمه. كما قلتي، لماذا الجامعه الحضريه في المحمديه انها تطلق اسماء هاد كبار اللاعبين كبار الرياضيين اللي عطاو للمحمديه اسماء على شوارع على 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 فضاءات رياضيه على اللي ما غيخسر والو مقرر. وما انا على يقين ان ولا مستشار في الجامعه غيكون ضد هاد الفكره، كل شيء غيرحب كل شيء غادي. وكنتمناو السي خالد، شكرا جزيلا. هاد اللحظه هذه من المفروض يكونوا حاضرين شخصيات يعني كبيره وازنه، كنشوفوا الغياب ديالهم حنا كصحافه، انتوا ما كتسجلوها كاعلاميين الاساسيه ديالنا. قال لك الغيب حجته معاه، كنتمناو ان سبب الغياب يكون شي غياب شي سبب معقول. ما لا يعقل ان المدينه كون كان شي نجم في دولة أخرى غيحضر رئيس الجامعة، غيحضر كل شيء المسؤولين، لأن راه اسم كبير هذا، رئيس راه خصنا نكبروا ببعضياتنا. عسيلة راه عطاه، راه عطاه، راه دخل دير جوجل ودخل شوف اللقطات ديالو كي هو براس الحقيقة منابر عربي. هذا شيء يؤلم، وبهذا التهميش وهذا اللامبالاة كنعطيو دي ميساج خايبين للناشئه الاطفال اللي طالعين دابا. نعم الرياضي دابا من باقي صغير غيلعب الكره، من كيشوف اسم كبير بحال عسيله مات وتا واحد ما داها فيه، راه كيفاش غتحفزو انه يبغي هذيك الرياضه ويحبها ويمارسها بحماس فين هو المحفز؟ كنتمنى ان الناس دابا اللي طلع عطاه سيد مات، ولكن كنتمناو الالتفات للزملاء ديالو اللي باقي عايشين. كنتمناو حتى المدارس الكرويه اللي كاينين في مدينه المحمديه مره يصادفوا الابطال القدام مع هاد الشباب اللي جينيور. لا لا كان لا 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 سي خالد، انا كنت متتبع عن قرب المدارس المحمديه مرارا داروا هاد المساله، مشكورين على مره كيعيطوا على قدماء اللاعبين كلهم المدارس اللي فينا كيعرفوهم وكيحضروهم في المناسبات في الدوريات. لا كيحضروهم على مستوى مدينه المحمديه الجمهور والمدارس الكرويه كلهم كيعترفوا به. المسؤولين ديال الفريق الله اعلم، المسؤولين ديال الشباب المحمديه ما عرفش، انا ما بانش ليا والله اعلم، وما بغيتش نتكلم في هذا الموضوع. ماشي خوفا ولا انا نقول الحقيقه، ولكن هذه مناسبه اليمه تحتاج منا الدعاء للمراه. نعم فقط. شكرا شكرا سي خالد. اذا كان معنا الاعلامي عزيز بلبودالي كيتكلم بواحد الحسره على الوفاه ديالو وعدم انصاف واعطاء قيمه كبيره لهذا اللاعب عسيله. اذا كما كتشوفوا بالصوره حضور لاصدقاء المرحوم هنا امام المنزل ديالو، داخل المنزل ديالو بالقصبه المحمديه، وكنشوف هنايا حضور الاخ ديال الرعد. نعم إذن مشاهدينا بقوا معنا في البث المباشر. صراحة الكل ما صبرش على الفراق ديال اللاعب السيدة، كل متألم صراحة. صدمة صراحة، والله يرحمه فهاد النهار هذا. نسأنا واحد.
إذا مشاهدينا بقوا معنا في البث المباشر، لكن نقول لكم مباشرة من مدينة المحمدية. خليك بخير، بس عليك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت جالس مع الإخوان في المقهى وتلقينا الخبر بواحد الحزن، بواحد الألم، لأنه كان لاعب كبير، كان عطل شيء الكثير للشباب المحمدي والمنتخب الوطني واللعابة اللي كان في المستوى. صراحة كان معروف هذا الشيء على صعيد محمدي، ولكن على صعيد المغرب والصعيد الوطني بطبيعة على صعيد الوطني، وكان لاعب كبير وصراحة ما كانوش خداش حقه، لأن كان جا في واحد الوقت اللي كانت الكرة ما عندهاش الإغراءات بحال دابا. صراحة بالنسبة للمعاملة ديالو مع الجيران ديالو كان إنسان خلوق داخل سوق راسو، فهمتي، كان إنسان داخل سوق راسو، ماشي صراحة هذا هو اللي يمكن نقول. كان والفقدان ديالو خلى واحد الأسف في النفوس ديال الأصدقاء بطبيعة الحال، وخلى بصمة ديالو في تاريخ ديال كرة القدم. الجمهور المغربي راه كيعرفوا مزيان لصعيد زعما جميع المدن، سيرتو في الدار البيضاء ولا في الرباط، الا كتقول لهم عسيله ولا فرس سيرتو هو راه كان بطبيعه الحال كانوا لعابه كبار. صراحه كانوا لعابه كبار، خاصه عسيله، لان كان معروف بديك اللعب فيه اللي دابا ما كتشوفوش في حد الان، ما كتشوفش اللاعبين اللي كانوا كما كيقولوا كان بحال اللعابه الكبار اللي كاينين دابا، يعني حريمي في الكره ديالو كان حريم. وكانت معاهم الفرجه، فهمتي، كانوا كيخلقوا الفرجه اللي ما بقاتش دابا في هذا العصر هذا. ما اصلاش كنت فرجت في السي كنت فرجت، لان عصر المنتخب الوطني المغربي كتشوفوا وكان لاعب كبير، كانت يعني البصمه ديالو باينه، فهمتيني، كان يعني الا ما كانش هو راه كتبقى البلاصه ديالو باينه في الفريق ديال المنتخب الوطني. شكرا، صراحه ماشي مشكل. إذا مشاهدينا نبقى معنا في البث المباشر. حصرة صراحة، حصرة الأصدقاء ديالو والأحباب ديالو، الكل مصابرش. وكيف ما سمعتو اللي ما خداش حقه صراحة في الكورة، وكما كتشوفوا المنزل ديالو المتواضع، هذا هو منزله، منزل صراحة متواضع، وهو أيضا كان متواضعا مع الأصدقاء ديالو ومع الأحباب ديالو، وكيدير الخواطر لهذا ولهذا.
للاسف. والله يرحمه في هذا النهار هذا. وقوم معنا مشاهدينا في هذا البث المباشر. قلنا مشاهدينا بقوا معنا في البث المباشر، نقلوا لكم مباشرة من مدينة المحمدية. صقل لاعب من أهرامات الكرة الوطنية، لا تشي كثير، أن نودعه إلى دار الوقاع. إذا كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة، إذن مشاهدنا بقوا معنا في هذه الأجواء الحزينة المؤسفة. لاعب صراحة كان في المستوى، لاعب متواضع كما كنت كنشوفو كيحضر في المقابلات اللي كانوا كيلعبو شباب المحمدية مؤخرا، كنت كنشوفو كيجي متواضع صراحة محترم. سيدنا ترونكيل مجلس دا كيجي عادي كيمشي عادي. ان صراحة كنفقدو واحد اللاعب في المستوى، لاعب اللي عطى الشيء الكثير شباب المحمدية وايضا المنتخب الوطني المغربي. شباب المحمدية كانت في عطاء كرة القدم صراحة. شباب المحمدية كان اول فريق يمثل المنتخب الوطني، جميع المكونات وجميع اللاعبين دار واحد انجاز كبير حصل. إذا مشاهدينا بقوا معنا في هذا البث المباشر. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة، مازال الناس كيلتحقوا في جميع المنازل جميع البيوت، على الصعيد لنا مشاهدينا من جديد كنقولوا لي عزاؤنا واحد لنا مشاهدينا بقى معنا في البث المباشر معنا فائلة جماوية السادة جميلة البدر. كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة، يلا
تكلمينا كيفاش تلقى شي خبر ديال السيتاج اولا كنقد كنقول ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي الله. الله يرحم اللاعب الكبير ديالنا عسيلة برحمته الواسعة. اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم تغمده برحمتك الواسعة واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. لاعب عسيلة، إنسان اللي كان سبحان الله العظيم واحد الميزة كيتميز بها له هو وولاد كبار اللاعبين ديال المحمدية، خاصة اللاعبين المعروفين في المحمدية اللي عمرنا ما سمعناهم تيتكلموا على الإنجازات ديالهم، ما تيقولوا لا درنا لا فعلنا لا والو، تتلاقى معاه في الشارع تيسلم عليك، تيسلم عليك سلام عادي، تيسلم عليك كمواطن عادي، ما عمرو بساطه فيه ما عمرو يقول لك انا درت ولا فعلت ولا هذوك ما داروش ليا، كيحشم قاعد يتكلم على التايبه ابدا ابدا. هذا هو الميزه اللي كانت فيه لا هو ولا السي احمد فارس ولا مرحوم قلاوه ولا يعني عاليه بزاف. يعني هذوك الناس يعني احنا كان اليوم احنا واحد الخساره كبيره للشعب المغربي كامل. ما حسن عسيلة ما ضاعش لينا غير احنا كشباب محمديه او كساكنه محمديه، وانما حسن عسيلة راه كان عطى واحد الانجازات كبيره في يعني للمغرب كامل في السبعينات، يعني كاس بيان سور ماشي افريقيا والعرب، يعني الانجازات اللي دار المنتخب مؤخرا راه احيا وغير ذاك الانجازات اللي كان كيديرها واحد الوقت الفريق اللي كان فيه ماشي كان ذاك ما كانش اعلام وما كانش بيان سور، وكانوا خداو الكاس الوحيده ديال افريقيا وكنتمناو تجي واحد الكاس اخرى ثاني ان شاء الله، وكان الفضل كبير في هذيك الكاس لواحد المجموعه ديال اللاعبين الشاب اللي ديال شباب محمديه. شباب محمديه راه عندها واحد التاريخ كبير، يعني بالنسبه لشباب محمديه اللي ما كيعرفش التاريخ ديالها راه عندها صاحب الكره الذهبيه وصاحب اكبر عدد ديال الاهداف انذاك هو حسن عسيلة، لاعب قلاوه، لاعب ميغيل، يعني لاعب العراقي، يعني والرعد، ويعني واحد الباق، يعني واحد يعني عندنا واحد المجموعه اللي كتشرف مدينه المحمديه وكتشرف المغرب، واليوم تنفقدوا احد رموز هذيك يعني المجموعه اللي جابت لنا الكاس ديال افريقيا، واللي يعني الالقاب اللي كتبقى لنا دائما خالده في التاريخ ديال الكره المغربيه وفي التاريخ ديال الكره ديال شباب المحمديه. لا يسعني في هذه الليله الا ان اتقدم باحر التعازي لعائلته الصغيره على راسهم ابناء ديالو الاخ سعيد عسيلة والاخوان ديالهم وجميع لاعبي فريق شباب محمديه وجميع الجماهير الشبابيه وجميع المغاربه عبر ربوع المملكه وخارج المملكه. تنقول لهم الله يرحم سي حسن اليوم، وحنا اليوم حسن ما الحمد لله كانه مخلى لنا واحد التاريخ وخلى واحد الامجاد كبيره، انه بالنسبه لنا يعني ما ماتش راه غيبقى دائما في الذاكره الحمد لله، كما اللي سبقوه، وان شاء الله غادي يخلفوه ناس اخرين في الشباب محمديه وفريق وطني ان شاء الله. شي تقصير ديال السي حاج عسيلة بالنسبه لل انا بالنسبه عليكم الشمال المدني ديالو؟ انا بالنسبه ليا ربما كاين شي جمعيات اللي داروا ليه التكريم وحنا ما عارفينهمش بالنسبه للجمعيه. شحال نقول لك، بالنسبه للسي عسيلة هو اصلا ما كانش كيحب الاضواء، هو ما كانش كيحب الاضواء، هو ما كانش كيخلي مثلا حتى كينبه الناس انهم ما داروش ليه التكريم. هو كيقول لك انا كنت كندير واحد الواجب كنلعب، كنا كنهضروا معاه في هذا الموضوع هذا، سيقول لك انا عادي انا انسان انا ولد المحمديه انا معاكم انا هذا. يعني ما اخر مره شفتي اخر مره شفتو هنا في الدار ديالو حيت هو السهر ديالنا ابن خالتي واللي هو اخي في الرضاعه ومزوج ببنته ليلى
وكنقدم ليه التعازي من هذا المنبر والاخت ليلى، وكنقدم تعازي لجميع ابنائه. وبالنسبه ليا شفتو هنا وشفتو في الكلينيك، واخر مره دار معايا واحد اللايف فاش كنت شاده فاش كنا كنخدامين في البارك في اوراش، وعندي التسجيل ديالو دابا نعطيه لكم باش تبيعوه. وكانت عنده واحد يعني واحد يعني لا فرح باننا شدينا احنا داك المشروع ديال البارك، وقال لي كاين تغيير كبير، واصر انه يتصور في واحد الكرسي اللي مهرس. قال لي صوريني في هذا الكرسي اللي مهرس باش يعني ربما هذيك بحال رساله بغى يوجهها. وقال لي مزيان خدمتي معك الاولاد ديال قراعي اللي هما ابناء الحي ديالنا احنا كاملين، لان مراته اصلا بنت الحي ديالنا، بنت زنق قيتامي اللي هي المرحومه فاطمه قانا الله يرحمها. انهم يتسموا شوارع اسم السي الحاج سيله واللاعبين القدامى، وما كرهناهمش يتسموا في حياتهم اصلا ملي كانوا احياء، وخاصه السي عسيله ولا قلاوه ولا احمد فارس ولا ذا ولا الرعد. ما كنتمناو هذه البادره امها تكون بحال واحد التكريم ديالهم، وان يعني تكون واحد التفاته للعائله ديالهم. كنت يعني كنتمنى ان المسؤولين يحاولوا يسميو شارع ان شاء الله. علاش لا، الله يحفظك. او لا او لا تسمى شي حاجه اللي هي رياضيه مثلا بسميت عسيله، ملعب بسميت عسيله، لان شي حاجه اللي مرتبطه مثلا بكره القدم ما كرهناش تكون شي حاجه اللي تكون مرتبطه بكره القدم ودار في الاسم ديال سي عسيله ولا اللاعبين الباقين بحال احمد فارس وبحال اللاعب رعاد يعني قلاوه ميغيل. إذا مشاهدينا بقوا معنا في هذا البث المباشر في الأجواء اللي كنقلوا عليكم من مدينة المحمدية. الآن كنتواجدوا أمام منزل سي الحاج عسيلة، وهذا هو المنزل المرة الثانية اللي كنقولها المتواضعة ديالو. لاعب صراحة في المستوى، لاعب اللي كيحبو الكبير والصغير. لاعب محترم صراحة. وبعيد على الأضواء صراحة، هذه اللي كنشوف انه بعيد على الاضواء، ما كيبانش، ما كيبغيش انه يبان صراحه. والله يرحمه فادنا ربي اليوم وعزاؤنا واحد. إذا مشاهدينا بقاو معنا في هذا المباشر من مدينة المحمدية، نقول لكم هذه الأجواء. فقدنا لاعب من أهرامات الكرة الوطنية، لاعب صراحة في المستوى. لاعب اللي أعطى الشيء الكثير وما زال يعطيه.
اللاعب السياسي اللي صراحة ما بقاش انتفاعه من اللاعب من المسؤولين للأسف. إذن مشاهدينا هذا هو منزل سي حاج سيلا اللاعب السابق للمنتخب الوطني المغربي وأيضا شباب المحمدية. عزاؤنا واحد، الكبيرة اللاعب ديالو الكبيرة والصغيرة. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من هذا البث المباشر، وسنعود لكم بث مباشر آخر بعد قليل. السلام مشاهدينا، دمتم بخير وإلى اللقاء.